الفنانة صفاء سلطان، عم نشوفك اليوم بحفل درامانا بخير، تحكي لنا عن مشاركتك بهيدا الحفل. هلا اول شيء بدي اقول الحمد لله انه درامانا بخير، الحمد لله اللي قدرنا كلياتنا نكون متواجدين هون. يعني اذا بتلاحظي في كثير شخصيات موجوده هون اليوم، كانت برات البلد ورجعت واستقرت بالبلد، هذا لحاله انا بالنسبه لي اسمه نصر، اسمه نجاح، اسمه فعلا درامانا بخير. اطلالتك اليوم مميزه، مين المسؤول عنها؟ ناهد منى، بدي اقول لها ثانك يو كثير. هي ناهد منى حدا كثير مزوق، بس انا يعني شوي يعني هي جريئه وانا بخاف من الجرأه، بس اليوم قالت لي بدك تلبسي، فهي اليوم اعطتني اوردر البس هذا الفستان، ف اوكي ما بعرف اذا حبيته يعني اوكي انا كمان حبيته. والشعر والمكياج صالون لوليا بالمشروع، المكياج اذا بقول لك ما تصدقيني انا. نحكي عن تحضيراتك لموسم 2018. هلا شوفي، انا في كثير شغلات عم بقراها، في شغلات عم حضرها، احتمال كثير كبير انه اعمل انتاج هاي السنه، لكن حاليا هلا انا عم ركزه بمسلسل وهم، لسه ما دخلت مشاهدي الجدية الحقيقة، فإن شاء الله يعني خلال الأيام القادمة أكيد رح تكونوا موجودين معنا وتصوروا بقى، تصورونا بالكواليس، حرام يشوفوني هيك يشوفوني غير هيك، يعني ها تلوين. محللة نفسية ومحققة وقصص وكذا وغموض، وعرفتي شلون؟ إيه لفتني بدك تدخلي بالإنتاج، ما بتحسي فيه مغامرة يعني؟ لا أنا قبل هالمرة عملت إنتاج وأنا بالنسبة لي كان أوكي، يعني كتير كان في متعة على فكرة إنك أنت تصنعي شيء، يعني انت تصنعيه مو بس انه تاخذيه هيك على الجاهز، انه انت تشتغلي عليه وتصنعيه، هذا الشيء لحاله فيه متعه حقيقيه. فانا بالعكس انا متحمسه كثير اني انا عملت انا تجربه انتاج قبل بال 2010، كان بعد السقوط، مسلسل بعد السقوط، وهلا حاليا ان شاء الله عم حضر لشيء، ما بدي احكي هلا ليصير ان شاء الله كله اوكي باذن الله. عملتي حفله وتصريح لنا قلتي انه ممكن يصير في مشروع مستقبلي الغناء، نحكي شوي عن هيدا التفصيل. هلا كل العالم بتعرف انه انا من 2009 البومي جاهز، بس صفيان اني انا يعني اطلقه، ولكن انا هاي الخطوه بحس انه بدها دراسه كثير، بدها تاني. الساحه اكيد انها كبيره وبتتسع للجميع، ولكن الساحه حاليا للمؤديين وليس للمطربين، وانا يعني بشهاده كثير من الناس، يمكن انت سمعتيني وكثار سمعوني، انا بغني، انا ما بادي اداء، انا بغني عرب، بغني سوري مقامات، بغني يعني بالنسبة إلي الغناء هو متعتي أصلاً، يعني أنا بستمتع لما أنا بغني، فما فيني أنا جاهزة في موضوع الغناء هيك بشكل عشوائي، لازم تكون خطواتي كتير مدروسة، وفعلياً عم بدرسها بشكل جدي، ورح تكون مفاجأة بإذن الله.